قصد الوقوف على المشاريع التي مولتها منظمة الأمم المتحدة للتنمية على مستوى الولاية في إطار برنامج الشراكة الهادف لإعادة تأهيل الغابات التي تعرضت للحرائق، حل بالبويرة وفد متكون من سفيرة دولة بريطانيا والأمين الأول لسفارة هولندا تتقدمهم المقيمة الدائمة لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية بالجزائر. Moi je pense que ce que j'ai vu aujourd'hui les objectifs sont atteints mais aussi la responsabilité pour répondre mieux aux besoins sont aussi augmentés. Donc cette confiance que nous fait le gouvernement algérien et les partenaires et aussi la confiance que le DGF et tous les partenaires au niveau local, ça nous met sous la responsabilité de vraiment connaître mieux la réalité du terrain, les défis, mais aussi pour répondre mieux avec les compétences. I'm very proud to be here today accompanying the United Nations Development Programme to see firsthand some projects to deal with the environmental protection, particularly in the aftermath of the awful fires that we forest fires that we saw last year in Algeria. البرنامج الأممي للتنمية منح البويرة 14,000 شجيرة بقيمة تمويلية قاربت 14,000 دولار أمريكي، وذلك قصد تحقيق أهداف بيئية واقتصادية. الهدف هو تأهيل هذه الغابات التي تضررت من الحرائق حول إعادة غرسها، خاصة الأشجار المثمرة الغابية مثل البلوط الفليني والصنوبر الحلبي، وكذلك إدخال بعض الأصنام إلى الفلاحين مثل شجرة الخروب ذات المردود الاقتصادي العالي، وكذلك أشجار الزيتون وأشجار مثمرة أو أخرى وزعت للفلاحين. تجدر الإشارة إلى أن البرنامج الأممي للتنمية مس 10 ولايات تضررت من الحرائق السنوات السابقة، ومنها البويرة التي تم الانتهاء منه فيها شهر مارس الفارط، على أمل الحفاظ على ما تم غرسه وتجنب كوبوس متجدد كل صائفة اسمه حرائق الغابات.